بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي رجعت ليكم بعد غياب تام أكثر من شهرين، هذا بسبب مرض، كنت مريضة ولكن لله الحمد والشكر ربي شفاني وعافاني ورجعت ليكم بوصفاتي وفيديوهاتي الأكثر من رائعة اللي متعودات انكم تشاهدوها. واليوم حبيباتي جيتكم وجبت لكم وصفة صحية ومفيدة للجسم ديالنا جميعا. اذا حبيباتي ما عليكم غير تقعدوا معايا وتشاهدوا الفيديو او طريقة تحضير هذه الوصفة ديالنا لنهار اليوم، وايضا نشوفوا فوائد وصفة الجرانولا. اذا ما عليكم غير تقعدوا معايا وتشاهدوا الفيديو للاخير وما تبعدوش. حبيباتي قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا، حابة تسمعوا معايا الفوائد تاع الجرانولا، لأن الجرانولا هي ليست مجرد وجبة ناكلوها من أجل نظام غذائي، وإنما عندها فوائد كثيرة ومهمة. من بينها الجرانولا تساعد على فقدان الوزن، حتى كي نشوفوها هكذا نقولوا أوه لي كالوري تاعها عاليين أو فيها بزاف لي كالوري، لكن ألي غيشون فيبغ أو غنية بالألياف. هاد الألياف لما نستهلكوهم واللي متواجدين مثلا هنا في الجرانولا اللي هي غنية بهم، يخلونا نحسوا بالشبع، أي بالمعنى لما نستهلكوهم نقولوا آه كنينا بزاف والبطن تاعنا ممتلئ لفترة طويلة، وهذا الإحساس هذا يخليك أنه ما تاكلش بزاف اليوم ديالك، مما يساعد على إنقاص الوزن. وأيضا الجرانولا تساعد على التقليل من الكوليسترول الضار. هذا الكوليسترول الضار هو اللي يسبب في تراكم الدهون في الأوردة والشرايين اللي تزيد في ضغط الدم والكوليسترول، لكن استهلاك الجرانولا يحاول من التخلص من الكوليسترول الضار. وأيضا الجرانولا تعزز الجسم بالطاقة، يعني لما ناكلوها خاصة في الفترة الصباحية تخلينا نحس روحتينا توت لا جورني اون فورم، او بمعنى اليوم كامل نحسوا انه عندنا الطاقه في الجسم ديالنا. لكن حبيباتي اللي راهي حابه دير ريجيم وتنقص من الوزن تاعها لازم تاخذ كميات معتبره فقط، ما نكتروش في الكميه تاع الاستهلاك تاعها لانه يمكن انه تزيد في الوزن ديالنا. الجرانولا حبيباتي تمنع فقر الدم لأنه تحتوي على مصدر مهم وكمية معتبرة من الحديد، وأيضا هي مصدر كبير للفيتامين أو. هذا الفيتامين أو مفيد للشعر تاعنا باش نتحصلوا على شعر حريري قوي، وحتى البشرة تاعنا تكون ناعمة وتكون غير متوهجة، وأظافر أيضا صحية وتحمي البشرة تاعنا من حروق الشمس، لأنه كما نعرفه أنه الفيتامين أو هو المسؤول على هذه الصفات كامل. أيضا الجرانولا غنية بالبروتين والألياف. الألياف هما سيلي فيبر، علاش؟ لأنه البروتين والألياف اللي نتحصلوا عليها من الجرانولا تساعد في الحد من حرقة المعدة وحتى منع سرطان الكولون، وأيضا تحتوي على الدهون المفيدة. هذه الدهون المفيدة هي اللي تساعد في منع أمراض القلب وأيضا السكري وحتى السرطان عافانا الله وإياكم والحالات الالتهابية، لأنه تحتوي على أحماض الأوميغا 3. هذا الأوميغا 3 هو نوع من الأحماض الدهنية المتعددة الغير مشبعة اللي هي اللي ضرورية لوظيفة الدماغ المناسبة. وأيضا الأوميغا 3 مهم بزاف للنساء الحوامل ولا لي فام انسانت في لو برومي تريمستر دو غروسيس، او الفصل الاول من الحمل او الثلاث شهور الاولى. علاش؟ لان الاوميغا 3 هذا مفيد لنمو الاعصاب والدماغ وعقل الجنين. كما نعرفوا انه جسم الجنين في بطن الام تاعو يتكون في الثلاث شهور الاولى، اما باقي الاعضاء فتكمل النمو تاعها في الشهور المتبقيه.
أيضا الجرانولا هو مصدر جيد للمعادن. المعادن هذوما ضرورية للصحة ديالنا، منهم المغنيسيوم، الفوسفور، الزنك، النحاس، المنغنيز والسيلينيوم في أعلى نسبة من الاحتياجات اليومية ديالنا. مثلا المغنيسيوم دورا في أكثر من 300 تفاعل أنزيمي في الجسم ديالنا، بما في ذلك إنتاج الطاقة، واستخدام الكالسيوم وصيانة العظام الصحية. أيضا يساعد الفوسفور في توازن الحمض القاعدي في الجسم ديالنا وإنتاج بعض البروتينات. أما السيلينيوم والزنك والنحاس والمنغنيز، على الرغم من الجسم تاعنا ما يحتاجش الكمية كبيرة، لكنها ضرورية في تشكيل الأنسجة الضامة وخلايا الدم الحمراء والعظام، كما أنها أيضا تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي والجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، المساعدة في تنظيم الغدة الدرقية والمساهمة في الشفاء الصحيح. اللي عندهم من بروبليم دو تيرويد أو مشكل في الغدة الدرقية، ما عليهم غير يستهلكوا الجرانولا. إذا كما قلت سابقا أن الجرانولا مفيدة للنساء الحوامل، وأيضا حمض الفوليك أو الأسيد فوليك موجود بكمية مهمة ومعتبرة في الجرانولا، مما يساعد في عملية حمل صحية وسهلة. أيضا منع العيوب الخلقية عند الجنين، كما نعرفه أنه نقص حمض الفوليك إذا كان في جسم المرأة الحامل كان ناقص بكمية كبيرة ولا، هذا يمكن لا قدر الله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يكون تشوه خلقي في أو عقلي في جسم الجنين. لذا مهم جدا استهلاك حمض الفوليك قبل الحمل وفي فترة الحمل. وأيضا كما نعرف أن الجرانولا غني بالبروتين النباتي، كما نعرف أن البروتين معروف يأتي معظم الوقت من اللحم، السمك، البيض أو الألبان، وهذا يعتبر بروتين حيواني غير ملائم للنباتيين أو البيرسون فيجيتاريا اللي ما يستهلكوش بزاف اللحوم، يميلوا أكثر استهلاك النباتات. لذا الجرانولا من أفضل مصادر البروتين لكل الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي، لأن البروتين مهم للجسم ديالنا حتى وإذا كنا نباتيين. إذا نعطيكم جرعة، مثلا 100 غرام من جرانولا يعادل 12 غرام من البروتين، أي أكثر هذه النسبة كثيرة أكثر من البروتين المتواجد في زوج حبات بيض فقط. كما نعرفوا أن الجرانولا تساعد على تحسين الدورة الدموية، لأنه عندها عناصر مليئة بالمعادن الأساسية اللي تعمل المعجزات في جسم الإنسان. على وجه الخصوص معظم هذه المعادن بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم، هادو يساعدوا على الحفاظ على تدفق الدم الغذائي الصحي، ويمكن أن تعزز الدورة الدموية، وهذا مهم لكل شيء من الأداء الرياضي إلى الصحة الإدراكية. وبما أن الجرانولا تحتوي على نسبة معتبرة من المغنيسيوم، هذا المغنيسيوم هو اللي يساعد على تقليل شدة الصداع النصفي أو الميغرين اللي عندهم بروبليم دو ميغرين. المغنيسيوم هذا يعزز الدورة الدموية الصحية، وأيضا تقوية هذه الأوعية الدموية وتحسين المرونة تاعها، وهذا هو اللي يمنع تقلص العضلات اللي يمكن أن تؤدي أيضا إلى صداع مؤلم ولا لا ميغران اللي عندهم اون فورت ميغران. ألوغ تناول الجرانولا واستهلاكها يساعد على تخفيف الآلام هذيك أو يقدر يمنحها. كما أن الجرانولا يساعد على زيادة النشاط المعرفي، أي بمعنى إذا كان ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الجرانولا وانخفاض الصوديوم يجعلها مثالية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يزيد من تدفق الدم النظيف والأكسجين إلى الدماغ مع بقية الجسم. هذا يعني أن الدماغ ديالك يمكن أن يعمل بشكل أسرع وأكثر فعالية بفعل الجرانولا، وهذا مفيد بزاف الأطفال ديالنا اللي راهم في فترة الامتحانات والفروض. إذا في هذه الفترة تقدروا تعطوا لهم يستهلكوا هذه الوجبة خاصة في الفترة الصباحية. أنا حبيباتي بعد ما سمعتوا الفوائد على الجرانولا، أنا ما نطولش عليكم ويلا نبدأ على بركة الله في تحضير الوصفة الرائعة ديالنا لنهار اليوم. نبدأ بسم الله.
بعدي هنايا عندي كمية من الشوفان حوالي دو بول، درتهم هنايا ماشي محمصين ما حتى حاجة، كيما شريتهم من عند اللي يبيع لوازم الحلويات، تشرو بالباكي ولا بالميزان كيما تحبوا. هنا نضيف عليه كمية أيضا من العينة حسب الاختيار والرغبة. العينة أنا واش درت، نحيد لها العظم الداخل وقطعتها إلى قطع يعني متوسطة الحجم، يعني متوسطة على حسب الحبة. هنا عندي أيضا كمية من المشماش المجفف، وهنايا نزيد نضيف ايضا مكونات واحدة اخرى. هنا عندي كمية من الزبيب الاسود والزبيب البني ولا لي غيزان سيك، ما قطعتهم ما والو، ضفتهم هكذاك ديريكتومون. كمية ايضا من الجلجلان ولا لي غران دو سيزام، ما حمصتو ما حتى حاجة، جوست كيما شريتو درتو. وهنا نزيد ايضا كمية تاع لانوا دو كوكو او جوز الهند، فوالا. وهنا حبيباتي راني درت هاد المكونات كامل، نتوما ديروا كمية اللي تساعدكم وتوالمكم. حبيباتي حنضيف حوالي 3 ملاعق اكل من زيت الزيتون، 3 كيغا سوب دو هويل دوليف. من المستحسن استعملوا زيت الزيتون، ما تستعملوش الزيوت المهدرجه باش الوصفه تاعنا تكون صحيه. ونضيف ايضا هنايا العسل الحر. شوفوا تحبوا تاكلوا حاجه صحيه، ما ديروش العسل هذا المصنوع في المنزل ولا اللي تشروه برا. اذا ما عندكمش استعملوا هذاك عسل الشفاء. فوالا، وهنا حبيباتي نخلط جميع هاد المكونات جيدا كيما راكو تشوفوا. وهاد الكمية هادي صراحة بسم الله ما شاء الله تقعد لفترة طويلة. وشوفوا بعد ما نحضروها كامل كي نخلوها تبرديتو، نخبوها في التلاجة، تكون في دي بوكو اونفير او في علب زجاجية، فوالا باش تقعد لنا كتر. صراحه حبيباتي جو بريفير نحضرها هنايا في المنزل، تكون صحيه 100% خير من اللي نشريها. بروميرمون الي شير، غاليه، وثانيا غير صحيه، فيها سكريات مصنعه. هنا ضفت لي كونكاسي والمكسرات، الجوز، اللوز، وايضا لانوا د كاجو. بون تقدروا ديروا كاوكاو، ديروا واش عندكم الجود بالموجود. هنا بعد ما لا غرانولا تاعي وجدت، دوك نحطها هنا في البلاطو اللي يروح للفوق او في صينيه، نديروها في الفرن مسخن مسبقا على 160 هكذاك ولا 180 درجه. لازم نحمروها من التحت ومن الفوق، فوالا تتحمر بيان، ومن بعد نحوها مع بعض ونشوفوها كيف كيف. حبيباتي دوكا هنا فقط لازم نسويو مليح السطح ونعدلوه جيدا. حبيباتي كي تدخلوها الفوق بعد هكداك واحد 20 دقيقة ولا، قلبوها مليح باش تتحمر كامل في الجوانب. فوالا هنا كنت حابه نزيد شويه لانوا د كوكو، باسكو نحب لانوا د كوكو انا في الكرانولا، جادور جام بيان، سي بور سا درت لها هكذا، زدت لها انايا كميه، لكن تقدروا ما تزيدوش، ماشي لازم تضيفوا. فوالا الو حبيباتي، شوفوا لا غرانولا تاعي بعد ما خرجتها من الفوق، راكو تشوفوا تحمرت تيتو، خدات لون ما شاء الله. الو دوكا نخليها هكذا تبرد، ومن بعد نشوفوها حبيباتي مع بعض فوق طاوله التقديم. اذا حبيباتي بقاو معايا ما تبعدوش. حبيباتي شوفوا لا غرانولا تاعي هنايا بعد ما بردت تيتو. الوغ هديه بون خليتها في هاد لي بوكو، وهذه قدمتها بالياغورت ناتور، فوالا ياغورت طبيعي. كم تقدروا تستعملوها بالبتي سويس لا فرماج ريجيم كيما تحبوا، مام ياغورت اروماتيزي كيما حبيتو، لكن دو بريفيرونس ما تكتروش من الاستهلاك تاعها بالنسبه للناس اللي يحبوا يحافظوا على الوزن ديالهم. اذا حبيباتي نتمنى ان شاء الله ان وصفتي لنهار اليوم نالت اعجابكم ورضاكم. ما تنسونيش بجان تعليق واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، هكذا باش تشجعوني حبيباتي نزيد نواصل معكم بوصفاتي وفيديوهاتي الاكثر من رائعه. خليكم رابط حسابي على الفيسبوك، وايضا حتى صفحتي على الفيسبوك ومجموعتي، وايضا حسابي على الانستغرام. اذا ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر او وصفه اخرى، تهلاو في صحيحتكم، ارواحكم، والديكم وليداتكم، الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.